ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. السيد نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان، لا سيما في ظل هذه الظرفية الخاصة والاستثنائية وفي ارتباطها بالأبعاد العالمية والتقديمية والمحلية التي جعلتنا نقف على عتبة التحديات الاقتصادية صح. كما رأيتم وكما وعدناكم بأن هذا الملتقى سيكون ملتقى عربي بامتياز حول المناطق الصناعية وكيفية جذب الاستثمارات إلى الدول العربية، ونحن تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة، وهذا عطف كبير من صاحب الجلالة اللي أنعم علينا بهذه الرعاية لهذا الملتقى الهام، والذي يأمل جميع المغاربة وجميع الدول العربية بأن يكون للعرب قوة اقتصادية وصناعية كبيرة. ونحن إن شاء الله سنعمل بكل ما أوتينا من قوة حتى نجم أن نكون متكاملين في الميدان الصناعي. كذلك كما تعرفون المنصة الصناعية بجهة طنجة تطوان هي منصة رائدة عالميا ومتوفر جميع الإمكانيات من أجل جلب الاستثمار. نطالب جميع المستثمرين بأن يزورونا ويستثمروا في جهتنا لأن هذا مهم جدا جدا. شكرا. المملكة المغربية ملكة وحكومة وشعب على دعمها ومساعدتها للمنظمة وللجهات المتعاونة في تنظيم هذا الملتقى وعلى ما يبذلونه من جهود صادقة لموضوع الاستثمار كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدرجة والمستدامة. كذلك أهنئ أعضاء وأطر غرفة طنجة تطوان الحسيمة الذين سهروا على تنظيم هذا الملتقى أو هذا المؤتمر. قل يقبله سهل الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. هذا الملتقى الثالث لتنمية المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية في ظل التحولات الاقتصادية والتحولات العالمية التي يشهدها العالم، سواء بعد جائحة الكورونا، سواء بعد مجموعة من العوامل كالحرب الأوكرانية، التوقعات ديال بعض البلدان على المستوى العالمي، وكذلك بعد الخطاب ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في افتتاح الدورة ديال البرلمان فيما يخص الاستثمار وفيما يخص التموقع المغربي في ظل هذه التحولات وهذه التغييرات. كجامعات غرف وكغرف ديال التجارة والصناعة والخدمات كانت المشاركة ديالنا في التسويق والترويج لهذا المؤتمر هذا، كذلك في جذب رؤوس المال، أصحاب المال والأعمال، المستثمرين، رجال اقتصاد، رجال اعمال في خضم الترويج والتسويق لهذه المناطق ديال الانشطه الاقتصاديه. كما كتعرفوا كل جهه كتوفر على مناطق ديال مناطق صناعيه، ولكن هناك اشكاليات اللي غادي ندرسوها في الورشات. هناك مناطق صناعيه اللي ما كاينش عليها الطلب، خصنا نحاولوا اعاده البرمجه ديالها واعاده التسويق ديالها في ظل العداله المجاليه. وهناك بعض المناطق الصناعيه اللي كتشهد واحد الضغط كبير اللي خصنا نحاولوا اننا نديروا ونوسعوا للمناطق الاخرى اللي ليست عليها تنافسيه في اطار تحفيز ديال هاد المستثمرين رجال الاعمال للاستثمار في هذه المناطق الصناعيه. إن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو التي يشرفني أن أمثلها في المغرب تعتز بدعم هذا الحدث التي تشاركون في تنظيمه أنتم الشركاء الذين تلعبون أدوارا مهمة جدا في جذب وتنمية الاستثمارات الصناعية. راعت الحاجة إلى إحداث مناطق صناعية في مختلف جهات المملكة تكون مجهزة بشكل أفضل ومتصلة بالبنية التحتية لنا. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن استمرارية هذا الملتقى الهام وفي نسخته الثالثة لهو دليل على مدى أهمية الموضوع بالنسبة للاقتصادات الوطنية العربية والدولية، حيث أصحاب المعالي والسعادة، إنه لشرف للمركز أن يحظى بحضور هذا الملتقى المتميز تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله. سعيد جدا بتواجدي في الملتقى الثالث الصناعي. طبعا مجموعة ايزد الدولية لها استثمارات عدة في 6 دول، ومن ضمنها طبعا استثمارات في المملكة المغربية، وبتشجيع ودعم من جلالة الملك محمد السادس، وكثير من الفرص التي نشاهدها اليوم في المغرب. تواجدنا في كثير من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية، ولدينا استثمارات مباشرة في عروس الشمال. حقيقة هذا الملتقى يعني يجمع كثير من أصحاب القرار وأصحاب الشركات والمصانع الكبيرة التي بدورها تشكل يعني خارطة الطريق لمستقبل الاقتصاد الصناعي بإذن الله تعالى في جهة طنجة بحسيمة تطوان. الحسيمة يسلمه الداع الدكتور عادل صقر. التجارة والصناعة. كنت رئيس الغرفة اليوم. الدرع الموالي يتسلمه أو تتسلمه ممثل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من الآن تتسلمه أو يتسلمه المركز لتنمية التجارة الدرع من كل من رئيس الغرفة و الآن الدرع الموالي السيد احمد مياط المدير الجهوي هشام النبهي رئيس مديرية سي حماني يا جي جي سي حماني. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.